اهلا وسهلا بكم متتبعي قناه شوف تي في. اليوم كنت تواجد مع سيده كتعاني الامرين، كما قالت هي ما حيلتي نقابل المرض اللي انا مريضه به، ما حيلتي نقابل الكرا اللي كيتجمع عليا. هاد السيده هادي عامين دابا باش مريضه بمرض السرطان، كتعاني معاه. يعني فاش كتوصل للحصه خصها فلوس ديال التحاليل، من بعد ما كدير الشيميو خصها الفلوس ديال الدواء. يعني كتقول لك انا غاديه بيت نتعالج، هزه الهم شكون بي يشري لي الدواء، هزه الهم شكون بيخلص عليا التحاليل، هزه الهم شكون بيجيبني من السبيطار. وانا كنخرج في واحد الحاله اللي ما كنقدرش نوقف على رجلي، كنجي كنعس 10 ايام ما كنعقلش. هاد السيده غادي نسمعوا القصه ديالتها. المهم ممكن تعاود لنا كيفاش تجاك هذا المرض هذا؟ غير قربي واحد شويه الميكرو. كنت مريضه وليدي، كنت خدامه في الحمام ووقع لي المشاكل في الحمام، ودابا 20 عام وانا فيه وعانيت، وسببي فيه غير شرج مضربني وما ديتاش فيه، ودركا اللي عطى الله هو هذا الحمد لله والشكر لله. دابا من هاد ليا الطبيبه قالت لي الموضوع ضروري، الخدمه ما تقدريش تخدمي، شوفي شي حد اللي يعاونك، شوفي شي حد اللي يساندك، حيت هادشي اللي عندك صعيب بزاف. وما عندي حد الا طلبتكم نتوما، ونطلب الله تعالى زوق فيكم نتوما عاونوني. راه ما عندي لا حول ولا رحيم سوى سيد ربي، ولا الدار طيبه تخرجني الكرا والماء والضو، ونحط حوايجي في الزنقه حشيم نتوما مولفاش بهادشي، ما عرفتش ندير. تلفت ودابا تنجي من السبيطار تنتوضر حتى ما كنت كلشي ما تلقى لي طيبه ليا، ما تلقاش، وما نلقى ما نطيب هي جوج ما تلقاش. يعني كما قالت لنا هاد السيده هادي اللي جابتنا عندك الله يكثر خيرها، قالت لك جات عندك واحد النهار يومين ما كليتش، ما قدرتيش انك تقولي لهم. ثلاث ايام ما كنتش، جات عندي مسكينه وساندتني الله يخلف عليها، الله يكثر خيرها وخيركم حتى نتوما، وقفوا معايا الله يجعل ربي وقف معاكم. وهادشي اللي عطى الله انا تتشوفي وليدي، ما قدرت وما عندي فين نمشي هي جوج، الا خرجت غادي نخرج للشارع. يعني ما عندك ولاد، ما عندك عائله؟ ما عندي حتى حد، ما عندي الراجل راه هربان هادي 20 عام ما عرفتو فين كاين، مشى سنين هادي ما تنعرفو فين مشى فين جا، ما عرفتو فين كاين. لا اله الا الله محمد رسول الله. شحال وانت عايشه في هاد البيت هذا؟ هنا شي 9 سنين وانا هنا، قول كاع 8 سنين مقاده. يعني قبل الدار بغات تبيع، وقالت لي خويا ليا محالي وانا ما عندي فين نمشي، ما عندي فين نقعد. يعني قبل ما تمرضي كنتي كتخلصي لها الكرا ديالتها، كنتي عايشه حياتك عاديه؟ هي حياه عاديه، كنخلص لها كرا، كنخلص مايا، كنخلص ضوء. كنت خدامه راه 20 عام وانا في الحمام، هذا المرض جاني من الحمام ملي وقفت صافي. وقفت خطره واحده قالوا لي الطباء صافي، ما بقيت ديري حتى شي حاجه، ما تلاش عندك الجهد باش تخدمي، قعدي حتى تشوفي لي ساندك، تشوفي لي عاونك، اما الخدمه راه تمنعات عليك. وهاني قعدت هذه عامين دابا تلفت داكشي اللي كنعدي، راه ضربت فيه لا لا حتى من حويجاتي فريجتي راه درتو، ما تعدي ما ندير ما. يعني وليتي كتبيعي الفراش ديالك باش انك تعالج؟ ما عنديش، ما عندي ما ندير والو، ما حيتش ما ندير، ما عنديش اوليدي اش غادي ندير. داكشي اللي كنعدي ضربت فيه وصل عندي، واني قلت راه عامين هادي وانا تنعاني. لا لا الله، السيده هي اللي دارت فيا الخير، الله يخلف عليكم وعليها. ما انا ما عرفتش نمشي، ما عرفتش نقوم. الوالدة هاد عامين اللي جلستي فيها كيفاش دوزتيها؟ هذا قصته في العذاب، العذاب بعيد ما عيطتوش، العيد ما عيطتوش، العواشر هكا رمضان جابوا لي شي ناس شي حاجه، جابوا لي شي حاجه باش دبوست رمضان. وما خفاكش وليدي اللي كل وحده اش عدو، لا لا يلا محمد ما غاديش ندي عليه، ملي ساومك غير كيلو تاع الدقيق راه ما خلى ما دار لي، ما نكذبش عليه. هذا قصته في العذاب اللي ما عمرني شفتو. شنو كتطلبي دابا؟ المهم نطلب يعاونوني في الماء والضو والكرا، وعيشتي انا كتشوفي وليدي وتنكمل هاد الدواء. ولا لا يلا محمد رسول الله شيطان. يعني المهم انت فاش كتكوني غادي باش تعالجي، كيفاش كتحسي؟ كيف شنو الشعور ديالك؟ كنحس بالموت، بغيت نطيح في الطريق، تنتو هذا شاده في الحيوط، شاده من الحيط لحيط، شي كيقول لي زيدني، وشي تيشد لي يديني الطاكسي، وشي تيقول لي في الغادة، تنقول له ودي غادا من هنا لهنا، وهي الوجوه بحال وجه. هادشي اللي حكيت. وفلوس التحاليل وفلوس الدواء شكون كيخلصهم عليك هاد المده كامله؟ يعني كل خطره خطره واحد تيصنت ليا وصافي، مع حتى المحلات ديالهم ما تنعرفهم فين كاينين، قال لي تيسيبني برا تيسبني تيساندني وصافي، ما تنعرفش شنو. حتى
دابا الانتخاب كاع قالت لي ما قيدوني ما بغا يقيدوني قالت ما تقديش ما تديش الدوري ما تسيري بعدي بحال يعني لدرجه انك انت خاصك الفلوس وما قداش تحركي بغيت تخدميها في الانتخاب بغيت نخدم فاش ما بغيت ولكن ما قدرتش ما قديتش ما قدرتش نخرج خطوه نوض دابا وتندوخ وتنطيح هذاك الدواء تاثر عليا ديال الصرا يا الصدفه اللي جايه كنت ندير عرفت اي تنجي صافي 20 وما تتحركش الوليده حاليا دابا كيفاش عايشه هانت كتشوف فيا عايشه عايشه دبانه في البطان ما عايشه ما والله كتشوف لي الله ما تنساش دابا نقول لك واحد الكلمه البارح بعدا ما تعشيت ما تغديت الان دابا شربت كاس تاع اتاي بوحدو بلا خبز واتاي تاع البارح الله يفوت ما عندي شغل ديال هذا ما نقدرش الله ما قدرت نخرج من الديديا الزنقه ما قديتش ما حشمتش ما قدرتش من الديديا يعني انت دابا باغا غير تعالجي باش توقفي على رجلك عاوتاني وتخدمي على راسك لقيت خدمه وتعالجت وصحيت غادي نقدر ما صحيتش داني العمر الله يهنيني غادي ما ندير هادشي اللي جاب الله وفاه ولا باقي العمر وصحيت وليت لاباس عليا غادي نكاف على راسي الناس اللي كنتي خدام معاهم في الحمام ما كيعاونوك ما والو الحمام خرجت عليه كانوا معايا خارج كلشي الحمام تباع خرجت عليك اللي كانوا معايا خرج خليها على مولانا الكريم. إذا مشاهدين قناة شوف تي في كما سمعتوا حقيقة ما عرفناش غادي نقول لكم كما سمعتوا المتطلبات ديال هاد السيدة بسيطة أنها بغات غير الدواء باش توقف عاوتاني على رجلها باش يعني وصلت لواحد العمر أنها خصها ترتاح وخصها غير راحة البال دابا كتشوفوا ان باغا تعالج وباغا توقف على رجليها غير باش تعاود تخدم كما قالت كما سمعتوا حتى يديموا الامانه امانته مشاهدينا الكرام حقيقه ما عرفناش كيفاش غادي نوصل لكم ان هاد السيده ساكنه غير في بيت كما كتشوفوا مفرشه في الارض ما قدرش يعني كما سمعتوا ان الدواء ديالها غالي ولات كتبيع فراشها باش انها تداوى باش انها تمشي تشري الدواء باش انها تمشي دير التحاليل خاصك 100 درهم الوالدة كل خطره خاصك 100 درهم ديال التحاليل من غير الدواء التحاليل ضروري هذيك ديرها عاد باش يعلق لك الدواء الا ما درتيها ما يعلقش لك الدواء يعني خصك ضروري تجيبي ديك التحليله باش انه ضروري ها هي 100 درهم في التحليله دابا درت خمسه شحال باقي لك المهم تاع الحصص باقي لي ثلاثه اللي قال لي الطبيب ولا زادوني شي حاجه اخرى في هذه الحصه الله اعلم المهم قال لي ديك النهار ثلاثه اللي باقيين ثلاثه الحصص مشاهدينا الكرام كنتمنوا انكم تشوفوا هاد السيده بعين الرحمه واي واحد قدر يعاونها بالقليل ولا بالكثير راها محتاجة ديال بصح كما سمعتوا انها بقات لها ثلاثة الحصص وبقات لها ثلاثة الخطات اللي غادي تمشي باش غادي يخرجوا لك الدواء ومن بعد غاتسالي هادشي الا ما خرجوش لك شي حصة اخرى كيخرجوا لك داك الاشاعة من ورا الحصص تدير الاشاعة اها شهر ديال الاشاعة اها باقي ما قالوش لي غير تكملي الحصص مشاهدينا الكرام كما سمعتوا نضرب لكم موعد مباشر آخر.